السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: الملك أيده الله، نجاحنا اليوم إنجاز مشرف يشهد به تاريخنا الوطني وتفتخر به أجيالنا القادمة. القائد العام، قوة الدفاع قوة وطنية في يقظة وتأهب دائم برا وبحرا وجوا. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت: الملك أيده الله، جهود كبيرة ومساع مخلصة لولي العهد رئيس الوزراء في كافة المجالات. العاهل، الشرطة النسائية تؤدي دورها باحترافية جعلتها نموذجا يحتذى به في المنطقة. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: جلالة الملك، سمو الأمير خليفة بن سلمان عزز نهضة وطنه ورقيه. حفظ حقوق الصيادين تأكيد على سعينا الدائم لخير مواطني المنطقة. أما صحيفة الأيام فقد عنونت: مجلس الدفاع الأعلى يستعرض التهديدات الأمنية التي تتعرض لها بعض الدول، ضرورة إنهاء النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية. بقلم الكاتب فيصل الشيخ، نشر صحيفة الوطن مقالا: بالأمس ترأس جلالة الملك قائدنا الأعلى مجلس الدفاع الأعلى. تضمن خطابه الشامل جميع الجوانب الهامة التي ترتبط بالبحرين مملكة وشعبا، وتبين ملامح العمل الوطني المخلص. ولأنه الرجل الأصيل الشهم كما عرفناه دوما، ذكرنا جلالة الملك بفقيدنا الغالي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان عمه الغالي وعضيده القوي. ذكرنا جلالته بمناقب والد البحرينيين بو علي رحمه الله، ودوره الكبير في خدمة البحرين وأهلها وتعزيز نهضتها. ولأن السلف القوي لا يعوض غيابه إلا بالخلف القوي، فإن ملكنا هنا جدد التهنئة الخالصة ودعواته بالنجاح الدائم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء، هذا القائد الفذ الذي يذكرنا دائما بعمله عن قرب مع الأمير خليفة، والذي يمضي اليوم بعزم وإرادة قوية للسير على خطى فقيده العم الغالي الراحل، مستكملا للبحرين وشعبها مسيرة الخير والتطوير والتقدم. من الصفحة الرياضية لصحيفة الوطن نطالع أنه في يوم غد الجمعة ستبدأ ثالث مسابقات قفز الحواجز، وستكون الاستبالات والفرسان على موعد جديد مع الإثارة والتشويق بإقامة بطولة الاتحاد الملكي للقفز للناشئين والكبار، وذلك بميدان القفز بالاتحاد الرياضي العسكري بالرفة. نشر صحيفة الوطن مقالا بخط قلم الإعلامي غازي الغريري، والذي جاء بعنوان: معا سننتصر. فإلى سطور هذا المقال: البحرين قامت بتوفير مليون لقاح بتوفير اللقاح الآمن للفيروس وإتاحته مجانا للجميع من خلال 27 مركزا صحيا في مختلف محافظات المملكة بطاقة استيعابية قد تصل إلى 10,000 تطعيم يوميا. بهذا اللقاح الذي أقرته البحرين نتاج أشهر من الجهد المتواصل في الكثير من الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الجائحة وفق أسس وخطط مدروسة لتعزيز صحة المجتمع وحماية أفراده وسلامتهم من فيروس كورونا.
كتاب التهنئة من جلالة الملك لصاحب الطموح والفكر المتجدد، عنوان مقال للكاتب هشام الزياني في صحيفة أخبار الخليج. فإلى هذا المقال. يطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بمسؤوليات كبيرة لمواصلة مسيرة التنمية والنهوض والنجاح، فلم تغب هذه المسؤولية عن سموه منذ تعيينه وليا للعهد. إنما المسؤوليات تزداد وتكبر كلما مر الوقت وكلما زاد الطموح وكبر، وزادت أيضا التحديات والمسؤوليات، وسلمان بن حمد هو أهل لها بإذن الله. تهنئة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه في كتاب تعيينه رئيسا للوزراء حمل كلمات جميلة ورائعة وأبوية، كلمات فيها من الثناء والتقدير والامتنان لما يقوم به سمو ولي العهد من جهود كبيرة لخدمة الوطن وشعب البحرين وصولا إلى تحقيق الطموحات المرجوة. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر جميل حميدان ترأس الاجتماع الاعتيادي لمجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للفرع الجديد لبيت الأسرة في منطقة لبديع. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن الأستاذة زهرة عباس اختصاصية التكنولوجيا بمدرسة شهركان الابتدائية للبنات بادرت بتنفيذ مشروع حقيبة رقمية داعمة للمعلمات والطالبات، والتي تحتوي على أهم الموارد الإلكترونية المعززة لعملية التعلم الرقمي المباشر أو عبر الإنترنت للارتقاء بعملية التعليم. نتحول إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أن هيئة البحرين للثقافة والآثار افتتحت مصنع نسيج بني جمرة، وذلك بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة. وبدورها أشارت الشيخة مي إلى أن مصنع نسيج بني جمرة يعتبر ثمرة تعاون مع المجتمع المحلي من أجل الارتقاء والترويج للمنتج المحلي. بيّنت صحيفة الأيام أن فعاليات حقوقية ووطنية أكدت دعمها لجميع الإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين لحماية الصيادين البحرينيين وتعويضهم جراء الاعتداءات القطرية التي هددت أرزاقهم وتسببت في إحداث أضرار كبيرة لهم. بيّنت صحيفة الأيام أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور أعلنت أن أعمال تطوير شارع الشيخ زايد تستدعي غلق مسار على مراحل، مضيفة إلى أنه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداء من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. إلى صحيفة البلاد، حيث نطالع منها أن يوم أمس تم التوقيع على اتفاقية خدمات بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة مزاد البحرين، وذلك بهدف عرض منشآت لمشاريع قائمة متعثرة على قسائم مؤجرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك بهدف تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد. وفي الشأن الطبي، لفتت صحيفة البلاد أن الدكتورة غادة القاسم رئيسة جمعية الأطباء البحرينية
قالت إن هناك إجماعا في الأوساط الطبية والصحية حول العالم بشأن جدوى اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 والتي جرى إقرارها من قبل الهيئات الصحية التنظيمية في العديد من الدول المتقدمة، مؤكدة أهمية مبادرة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لأخذ هذا اللقاح لحماية أنفسهم ومجتمعهم. صناعة الإشاعات عنوان مقال في صحيفة البلاد للدكتور علي الصايغ، فإلى هذا المقال. بات من السهل جدا أن نرى في كل يوم محتويات هابطة بلا معنى أو محملة بالإشاعات التي لا يراد منها إلا تعكير صف أو خلق المشكلات، وذلك بسبب ما أتاحته وسائل التواصل الاجتماعي لكل فرد يملك جهازا ذكيا من إمكانية نشر أي محتوى أراد وصناعة الإشاعات. إن المصدر من أبرز ما نوليه نحن العاملون في المجال الصحفي أو الإعلامي اهتماما بالغا، وأكثر ما يهمنا في الأمر أن نثق بالمعلومات والأخبار الصادرة أو المستقية منه، كما أن معرفة المصدر حق المعرفة تكشف حيثيات ما وراء الخبر، أن أخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة والموثوقة وعدم التسرع في عادة نشر أي خبر قبل التحقق منه يسهم في استقرار المجتمعات، علما أن الأجهزة الذكية لا تجعل من مستخدميها إعلاميين أو صحفيين. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا نكون مشاهدين قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الصباح، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.